حسامه بالله تعرفش يا عائله تستحق شكون يعاونها هنا؟ مرها شويه وطوليه. شنو هي زواليه؟ فسر لي شنو الحاله نتاعها؟ حالتها حليله مسكين، حتى من دارها محروقه، عندها عامين لما تفكر حرق الدار. حمومه باش تحرق الدار؟ ها؟ باش تحرق الدار؟ تشرب بالشمع. هاي تالي شو خالية؟ لا امي مشات للسبيتار. اسمع الفريدة شو يعملوا؟ نزلوا لها مرضى. باهي اوكي، الام مش هنا، خلي النقل وقت شوفوا. واحد ضربوا الضو، نهج الاصيل. واحد ضربوا الضو في مرمى هكايا فوق السطح يصبوا في داله. وتقصت يده في بالي هكايا، طفل صغير ماهوش كبير زاد. ومتزوج هو متزوج. وعائلته شنو حالها؟ والله في بالي تعبه شويه ما نعرفش. في بالي هكا. والله انا ما نعرفش، ما في بالي الفوق هكايا في الناجه هذايا ما هكايا مو هكا. قالوا لي هذه الدار. خلينا نشوفوا تستحق شكون يعاونها ولا نزيدوا نواصلوا نلوجوا. خويا الازهر مسلمة مدام رانا نصوروا برنامج ناس مليح قناة حنا بعد تنجم تقرب نجم نصوروا معاك. باهي شنو هي ظروفك مدام؟ والله ظروفي عندي أربعة صغار وراجلي مريض. يعني ما عنده حصول ثلاث سنين تو ما يقولش ما فيش. شكون يصرف عليك؟ عاونونا العباد شوي ولا عندنا كلمة عندها نخطف في المعدة. يعني شنو المعدة تاخذوا فيها؟ تاع الكرمي الابيض. فهمتي؟ فهمتك. وداركم شكون بناهي لكم؟ يرحم والديهم العباد عاونونا عليهم. فهمتك. باهي نزيدو نعملو دورة كان كينا ما كانش اقل منك نرجع لك انت. باهي عايشك ان شاء الله لاباس ان شاء الله بالتوفيق. عايشك يا مدام. ميرسي بوكو. النور صباح الخير. شنو احوالك؟ اسمعني ما تصورنيش يهديك ربي. ما تصوريش ما تصوركش ما تصوركش يا يسترك ما تصورنيش الله يجزيك. هبة هبة باهي يجا من ما يجا من فين هذيك خبيزه؟ خبيزه. اسمعني انت وين تسكن؟ نسكن في السنهاج. السنهاج الفوق. وشنو الظروف؟ فما قليل بنات عندي. انت وشكون تعيش؟ انا وبنتي وولد بنتي. على بنتك راجلها وين؟ راجلها خلى ولده ولد نهار لليوم ما ندروش عليه لميت لحي 12 سنة طول. نصور معاك. بناتي هنا بناتي الفنانة يروني في التلج بنات عمي سنهاجة ما ترحمش. أنا مشيت على شوف على دار تقبل شكون نعاونها راه. والله ما ثمش بنيتي ترجع للرسمي وأقسم لك بالله ما عز من كلام ربي ظهر لي. ما عز منه شيء كلام ربي. والنبي محمد رسولنا يشفع فينا يوم القيامة. ما ثمش بطيرة في سنهاجة قد هناك. أما أنا ما نطلبش. نطلب الخلاق ورزق. أنا خالتك يا حكيمة خلتنا للدار هذيا، دارها مش دارها الله ورسوله أعلم. يا خالتي حكيمة. اسمعني. نصور راني وخلطنا عليك لدارك. السلام عليكم مرحبا بك. مش قلتي ما تصورنيش غادي تو مرحبا بك هنا. هذيك غادي في الشارع. بتجي تصوري هنا. مين عايش بنتي. كي تصوري هنا في داري. تفرجي في اللي كونك في داري مانيش في الشارع حد في داري. داري حر طليق حتى الشرع نجم نحدثك شنو المشكلة؟ لا تحدثيني ونحدثك لكن من وليني حب عملتك ستوب وليني حبست بالعالم. انت حبستني انت تقولي كاكا لكن اللي ري يقولك لا هي انت حب انت حبستني هي تقولك عارفتهم ممكن مش تطلبهم ولا مش تعملي بنتي بتاعتك الحق. انت حبستنيش ما حبستكش انا وحدك جيتك ولا لا جيتيني مرحبا بخويك ايه لقيتك في مرحبا بكم الكل في داري ما حبش هذا شكون عطاهو لك يا حبيبي؟ هذاك عطاهو لي على الصدقه على رحمه مرته الله يرحمه. وانت خليته العيد الجاي كان حين ربي. طيب هي ظروفك؟ ظروف ابني عمي قليله زواليه لكن حتى قليله وزواليه لا نحب نطلب عبير لا نحب نتسلف من عند عبير لا نحب ندنكس راسي حتى لو كان لولدي. عندك ولد؟ عندي ولدي وربي فضل وربي عليه على ابني عادي معرس معرس على رويحته. انا امنيتي الوحيده ولدي كريه متهني نحمد ربي ونشكر وبناتي متهنيه زاد لاباس عليها عندها بنيه معرسه متهنيه وليدها شناخذ الباك ما يعاونوكش؟ لا والله بناتي هاي باش تعاوني بناتي باش تقدي التواليت وترقلي الدنيا. ما عندكش تواليت؟ ما عندي تواليت هنا ما غير باب ولا بالباب؟ لا بباب هو بنيت عمها لقيت الحال. ما عندكش شهريه؟ نخفك ل 180 توك عقبتنا وين كنت ديك كنت في الفيسين يعني هي في الشين فاش تعمل؟ انا قلت لك نحب شويه خبيز. شو تعمل بيه؟ مش نطيب طيب اليوم غدا خبيزه هي فنفورها ونفوحها والرجال نتعشاهم نتومن ايه
تخدم بنتي نكلمك الحقيقه كانت تخدم بنتي فام دي ميناج في بنك مسكينش حتى النصار هذا كي خرجت من البنك قعدنا توك مرأة بنت حلال يرحم والديك والديها دخلتها المعمل تاع جبن تو عندها في شهري هذاك انت هذاك انا قداش من واحد يسكن في الدار هذه نايا وبنتي وولد بنتي يا ولدي ها هي الدار بيه شنو هي يا سامح الجريه هذه يرقد عليها كاري الجريه اللي يرقد عليها هنايا باش شوي الجريه هذه ترقد عليها فايزه هذه بيت النوم السمية ها هي يا رحمة ضوا لا البنات عامله فيها فايز ضوا فايز ضوا هذا اللي قلصت فيك هذا اللي قلصت عطته لي مرأة ماتت يرحمها الله يرحمها بباردو الله يرحمها ربي يرحمها براحة بيه وشنو آخر عندكم يعني شنو هي هذاك الكوجين البنات نشوفوا الكوجينة ادخل البنات ها فماش بقعت لا بابا ماكش عاملة مش نهاية البنات ها غسلت هنايك ها والبرم هذا عندك ضوء فيها الضوء حتى الزيت ما نكسبوش يا بنات حتى البيت مش مزلزل حتى البيت مش مزلزل يا بنات ها هي شوف ها لا البنات انا الكذب ها 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 بالخيط يشعل الضوء يا حكيمة مش فاطمة مانيش نور يا حكيمة لاني فاطمة لاني نورة مريم مريم اسمعني احكي لي حكايتك شنو الراجل كان يخدم راجلي ليك اختي من قصة لا 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 لازم تحكي لي باش نجم هكا العباد تعاود قصته طويلة قصته طويلة ومش عارفة كنت معرس وبنت 23 سنة طلقت ومشيش ناري المحكمة والمحكمة بنيتي ما نعرفهاش إنها يخدم هنا في تونس ثم امرأة الله يرحمها بفعلها كانت تسبب في الشيء هذا اتطلقت منين؟ في البلاد ولا هنا في تونس؟ لا عرفت بيه في القروي قصد عمر بو حاجة بنيتي وجيت ببنياتي هنا هيك نخدم جيت وحدك؟ جيت ناوية جابني هو لهناك الدار كم كوظيف داركم مين دارك؟ هذه دار باب هذه وطات بابا راه هي في الاصل دار بوك هي اصل اصير التراب هذا اللي تشوفوا فيه 420 متر عاطيها لنا برقيبه يرحمه ويخف عليه تراب الثقيل وال 420 متر يخذيناهم دفعنا عليهم 200 فرنك للمهندس كانت بيته من هنا بالطول نسكن فيه وعندي راجل اختي ثري لاباس عليه ها باش نحكي لك بالتفصيل راجل اختي قال البابا قال له يجي يكتب لي كونترا معناها رخص نتاع بناء وهي بابا كتبها له بيع وشري التراب برا ماتش بابا بعد مات بابا بشهرين صحتنا راجل اختي من الدار مشينا كرينا كرينا واحد يقول له فاضي القزقز الله يرحم الفاد اللي تخبط فيه شوي 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 ثم واحد الله يرحم والديك ووالديه خدمت عنده في داره واصل البن علي قول وصلني البن علي علاش قابلت بن علي عام 2002 مشيت للقصر مشيت للقصر ودخلوك البيرو بن علي دخلت البيرو وهم ما حبوش وهو كلمهم قال لهم خل تدخل ما عندي حد شيء عندي كان بطاقه تعريف دخلت وقابلته وتعاونت في الدار يعاونك على ما كملكش الدار يا خويتي هذاك هو اللي عطاني يا اخي مش نقول قداش عطاوك عطاني سلعه البنيت به يعني كانت ارض كبيت وقسمت البيوت حتى الخدامه عطتها لي البلديه نتاع ود الليل انا عندي ثلاثه من الناس هنا في صنهاجه الله يرحم والدين والدين والديه ثلاث رجال ثلاث عائلات الله يرحم والدين 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 يعاونوكم بالقدا يعاونوا فيا كل رمضان والله ما عندي لا اش نغضب علاش نغضب يرحم والديهم ما يخلونيش خلاص عندك في الجزائر تمشي عندي ناقصك شويه قضيه شويه هاك تشوفي قدامك عايش بنيتي يهديك ربي ويرحم والديكم من فوق تو تحبوا تسجلوا تسجلوا لرواحكم نورمالني انا كنت الحق نقولها انا اليوم كيتوني وحدي لهنا هلولا صبحة تعبة شويه مريضه شويه ربي يشفيها ان شاء الله ربي يفرج عليك هلا الزوادي اه واكلي معاها اخواتي ربي يستركم ما عرفنيش اشرح فيها تفرج في التلفزيون بنيت عم ما نثبتش انت تو دخلتني دارك ما تعرفش هذيك اللي مع هيلا زويدي والله لا عرفتك شو اسمها هي هذيك هيلا زويدي نعرف ايوه انا الاخرى نسيتها مريم ولا مريم مريم اخواتي هذوك يرحم والدين والدين الاخرى مريم الاخرى لا لا الاخرى هيلا زويدي الاخرى وجه عريض ومدور وعريضه الاخرى هينا لا الاخرى عرض منك اوبا لا الاخرى عرض منك شويه هيلا هيلا وش هيلا شعرها احمر وانت شعرك كيما هكا كيما بين الرفيف اي انا شكون انت مريم تعرفني ليه تو عرفت هيا بيه ربي يفضلكم اخواتي هذي والله يرحم والديهم خالتي حكيمة ها نقصك لبابو هاني قدامك الدار عايش بناتي وشوفي وحدك يا ولد عم بالك شنو غلط فيه تو هي انت عينك ميزانك هذا شكون ما اعتمد اخواتي ما نعرفوش هذاك صالح
نتشرقوا بيه في كل وقت. باهي كنحاولوا نركحوا شي كوجينا بعد يا مربي. باهي مش مشكل تنتفهموا في بعد مع فريق الاعداد انا وهيلا نشوفوا شنو ناقص هذا الربيع. خويا انت وهيلا الله يرحم والديكم الحق وخاصه انك الطفله. ربي يشفيها. خويتي هذيك والله يا بنيت عمي هذيك بكت. والله يا خويتي بكت. شتبكي والله يا خويتي بكتني هذيك. والله بكتني بكتني اي ناس بكتني. والله كنقول لك بكتني بكتني. الله لا يمرضنا. وربي يشفي عليها. ربي يفرج عليها. انا يا ريت هكا نقول يا ربي حني وانت ربي وانت ربي تفرج عليها مسكين. يا حكيمه هاني ريت الوضعيه. بنيتي هاني راني يغزي نقول لك حاجه. كان اليوم مشيت للسين. باقي نلقاها. ايه هاكو يا ستي اللهم صلي على النبي. ستي يا سمحني تقعد عليها في السمحني. لا لا بري بركه محسوب كان عارف ستيه ها نعرف سخون هذا اه البارد. احكي معي الكاس نظيف هذا شربت البراد الاول وعمرت الثاني ومشيت. هذه يا خل سلف السباله. سلف السباله هذا هوتس قوي ياسر هذا ها مريم هذاك تايم رمجيه. وفو على هيلا هذو من العوينه هيلا. يا الحمد لله. هاي ميرسي عايشكم 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 والله كنت نخلي في المربى تو خلصت تو خذيت الدجاجه. خذيت قاتو ولا ايه؟ والله ما خذيت. ما خلطتش ولا شيء؟ ما خلطتش ما نكذبش عليك. يا سيدي احنا باش نكملوا الخبز القاتو ما عندنا ناس المليح. زوز صغار وانت والمدامة. انا والمدامة. هاي هذه خبز القاتو نتاعك ويرحم والدينا الناس اللي حكى قليل. ربي يبارك لك. وكل عام وانت حي بخير. عايشك يرحم والديك. بوناني. بوناني. عايشك باي باي. شحوالك انت تبيع ولا تشري؟ لا نشري. شريت قاتو ولا؟ لا ولا ما شري. على ما شريتش خبز قاتو؟ ما عنديش فلوس. الله يدفع عليك. والله لا. يا سيدي كل عام انت حي بخير. عايش. وان شاء الله 2021 خير ما اللي سابقتها. يرحم والديك. وربي يشد لك بصحتك يا ربي. والحمد لله رب العالمين. والله لا يمرضك. الله لا يمرضكم انتم انا مرضت. الله يدفع عليك. ربي يشفيني. امين يا ربي. يشفي ام محمد. امين يا ربي. وانتم الله يمرضك. عايشك ربي يبارك لك وفي صحتك عايشك وللناس مليح. هاي خبز القاتو نتاعك ربي يبارك لك. هاي بيستاش بنينه يرحم والديك. وهذه اعطاها لك ويحتاج تفضل. الله يودكم. عايش كل عام وانت حي بالف خير. الله يودكم بثمار الجنه. عايش. Vous avez acheté du gâteau? J'ai déjà acheté. Ah, tu as déjà acheté. Il a déjà acheté du gâteau, hein? Oui, oui. Donc, on cherche quelqu'un d'autre, hein? Ah oui. D'accord, merci. Il faut aller montrer le merci, patron. Très gentil. Merci, très gentil. Merci, très gentil. Ça fait mal? Oui, c'est bien. 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 C'est كل عام وانتي حي بخير. عايشك يا رحمة الله. كل عام وانتي حي بخير. عايشك. لاباس. الحمد لله. قول لي صغيراتهم صغيرات شريتهم الجاتو نتاع راس العام. كريت هذا نتاو. هذاك بسوق لصغيراتك. ايه مش مخترونة. مخترونة انتي. والقاتو نتاع صغارك شريت ولا مشريت؟ لا شريت لا تو طحني الدار تطلع هذا تساعدك الصغيرات؟ تساعد. إذا قاتو؟ تساعد. باهية؟ باهية. يعيشك لله؟ الله ينور. إن شاء الله كل عام وانتي حي بخير. الله ينور. ربي يفضلك وربي يعينك ويحليك يعيشك لله. الله ينور. إن شاء الله كل عام حي بخير. شريت خبزة قاتو؟ مازلت ما شريتش حتى شيء. شنو شريت؟ والله يا عم زين الراشد يخدمني كان عطيه عارف وهو شريه ما عطاش وهو بيعت. كان عطاه عارف ويشري كان ما عطاش عارف ما يشريش. والله راني نتمنى باش نجي. كي هكا قسمك كي يجيب لك خبزة قاتو وحده. الحمد لله يا رب. قلنا نصلحوا الناس في راس العام. ربي يفرح. هاي خبزة قاتو. يرحم ويجي. كل عام وانت حي بخير. كل عام وانت حي بخير. لاباس وين تخدم؟ نخدم في المرمى كنت نخدم هكا عند واحد ومروي. ركحت امورك اليوم؟ لا راس عام اليوم. اي راس عام ينوب ربي. شنو فما ليله فما جاتو؟ ما فما جيت باش يخلصني شويه ما عندوش فلوس وليت انا مروح. هذايا باهي لصغيراتك؟ الحمد لله الحمد لله والله الحمد لله الحمد لله. عايشك ربي يبعث لك قسمك. يعيشك.